كل الناس اتخلقت من تراب وانتوا اتخلقتوا من حاجة تانية. ربنا خلق الناس كلها زي بعض، لحم ودم، شعور واحساس، مفيش فرق بينهم ابدا. لكن انتوا لازم تغيروا الوضع ده، لازم في عرفكم يكون في فرق بين الطبقات، غني وفقير، اسياد وعبيد. مش دي المبادئ والتقاليد بتاعتكم؟ الاستقراطية وحسب ونسب وكلام فارغ من اللي مسيطر على دماغكم. الانسان بيتميز عن غيره بشخصيته، بموهبته، باخلاقه، بالخير اللي بيأديه للناس، مش بالطبقة بتاعته. لازم تعرفوا ان الدنيا اتغيرت وافكار الناس اتغيرت كمان. فوقوا فوقوا بقى لنفسكم وتحرروا من الاغلال اللي مقيداكوا دي. عاجبك كده يا احمد؟ مش سكت البنت اللي مش عايزه تنكسر دي؟ سيبيها تتكلم يا نيل. انا بستغرب يا ابي احمد، ازاي انت الرجل المثقف تقبل وضع شاذ بالشكل ده؟ مالها مراتك؟ ست عظيمه وفنانه كبيره، معروف عنها انها عنوان العفه والشرف، الكل بيحترمها وبيحبها. ثم انها بتأدي رساله نبيله للمجتمع زي رسالتك بالظبط. ليه بتعذبها؟ ليه تحرمها من بنتها؟ وبنتك مش صعبانه عليك؟ مسكينه نازله ترف يوم بعد يوم وبتقرب للموت شويه بشويه، وانت الدكتور الكبير في ايدك لوحدك الدواء ومانع عنها الدواء. فين رساله الطب اللي اقسمت عليه؟ فين المبادئ النبيلة اللي انت بتدرسها؟ ايه قيمة النياشين والمجد والشهرة والاسم الكبير؟ للأسف كل ده ملوش قيمة دلوقتي لأنك قاتل. أيوه، قتلتني أنا يوم ما حرمتني من حبيبي. دلوقتي عايز تقتل بنتك ومراتك. أنا خارجة، ههرب من السجن اللي أنا عايشة فيه ده. لكن قبل ما اخرج عايزه اقول لك كلمه واحده. انت لما اتجوزت واخفيت جوازك كنت جبان، دلوقتي للاسف اصبحت راجل ما عندكش قلب. عشان خاطر بابا وعشان خاطر ماما. ماما ماما يا حبيبتي، يا بنتي وحشتيني قوي. انت وحشاني قوي قوي. انت بابا خلاص هيعيش معانا على طول ومش هيسيبني ابدا ابدا. سامحيني يا ليلى. شرفت بيتك يا بنتي. انا عندي مفاجأة واثق انها هتسعدكم كلكم. اتفضل يا دكتور عمر. نينا، الدكتور عمر سبق طلب ايد سعاد مني، وانا من قيمة كام يوم بعت له تليغراف باني موافق. قولي له مبروك. مبروك يا ابني. الله يبارك فيك. مبروك يا سعاد. سعاد، سلمي على خطيبك. ايه مالكم واقفين مستمرين كده ليه؟ مبروك يا سعاد، الف مبروك. مبروك يا سعاد. مبروك يا بنت سعاد. اتفضلوا. اتفضلوا.